بادرت جمعية بسمة للأطفال المرضى بولاية الصعيدة بادرت بتقديم عروض بهلوانية وهدايا لفائدة أطفال مرضى المؤسسة الاستشفائية حمدان بخت بالولاية. المبادرة استحسنها الطاقم الطبي وكذا أولياء الأطفال. ارتأينا ان نقوم بهذا الحفل لفئه الاطفال المرضى حتى يعني نحاول ان يعني نساندهم ولو بجزء قليل معنويا في مرضهم، معنا من المرضى المصابين الموجودين بالعياده ومعنا من المرضى المصابين بالسرطان الذين يعالجون خارج الولايه. قمنا بتكريمات لفائده الاطفال المرضى وكذلك لفائده الطاقم الاداري للطاقم الطبي والاداري لمصلحه طب الاطفال أطفال حمدان بختار. المبادرة اللي دارتها جمعية الابتسامة للأطفال المرضى حيث تقدموا بإحياء هذا اليوم بالمؤسسة وقدموا هدايا وعروض بهلوانية تبعث البهجة والسرور في نفوس الأطفال. نشكر الجمعية تاع ابتسامة لفرحتنا وفرحة وليداتنا. جابوا لنا هذه الهدايا وفرحونا بها. حنايا مرضى هنايا الله يشافينا.